إذن متابعين الأفضل، كيف ما كتسمعوا معنا في هذه اللحظات كيقولوا بأن لقاوها في بلندن في واحد حفلة نقل حسب ما كيقولوا الناس. شهود في الانتظار ديال هذه اللحظات كينتظروا الساكنة والحي ديال أنا بالضبط، كينتظروا البنت باش ترجع. كنتمنوا ان شاء الله ترجع سلامه غنمه يا ربي الاهل ديالها. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين، الساكنه كامله مخلوعه وكتراقب ان كيقولوا على حسب ما كيقولوا، كيقولوا بانهم لقاوها في هذه الاثناء، والمجموعه ديال الساكنه اللي مشات في هذه اللحظه لواحد المكان في القنيطره كيقول بانه لقاوها تما. كاين في انتظار، حنا كنتظروا في هذه اللحظه العوده ديال فاطمه الزهراء الطفله الصغيره اللي اختطفت امس في حوالي الساعه 5:30 بعد الزوال. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين، حنا في حي العلامه بمدينه القنيطره. اذا حنا الان دائما حنا قرب المنزل ديال الطفله فاطمه الزهراء اللي اختطفت امس. كيقولوا على حسب بعض الناس اللي مشاو دابا كيتحققوا بالمعين المكان، كيقولوا انه لقاوها. واش لقاوها؟ مازال حنا مازال في انتظار. كاينه مجموعه الناس اللي هنايا، حنا في الحي ديالها فين ساكنه هي وفين البلاصه اللي اختطفت فيها في هذا المكان. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل من هنا، هذا هو المكان اللي اختطفت فيه البنت. كانوا هما كيف ما كيقولوا كانوا السيد البنيته، جا واحد الشخص، هاد الشخص هذا جا عطاهم حلوه حلوه حلوه، ومن بعد وزع عليهم حلوه، من بعد خدا وحده في يدو اللي هي فاطمه الزهراء اللي كتبلغ العمر ديالها 5 سنوات وخطفها. ولحد الساعه مازال ما ظهرتش، لكن كيقولوا بانهم لقاوها. حنا في انتظار ديال هاد الطفله الصغيره ديال فاطمه الزهراء اللي الساكنه البارح ما نعساش، مشات ما خلات فين قلبات جميع. تحيه لهم زعما صراحه الساكنه ديال العلامه بمدينه قنيطره الصراحه، كاملين ولا رجال الامن كيقلبوا في جميع انحاء قنيطره، في الغابه، في جميع الاماكن، ما خلاو حتى شي بلاصه كيقلبوا. لحد الان بعض الناس اللي مازال ما نعسوش، حد الساعه مازال ما نعسوش، الناس كيقولوا بان احنا مازال كنقلبوا على فاطمه الزهراء. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، الناس حديث الساعه هو فاطمه الزهراء الطفله الصغيره اللي كتبلغ العمر ديالها 5 سنوات. كيقولوا بانه لقاوها، حنا كنا في انتظار العوده ديالها. وان شاء الله يا ربي يجيبها سلامه غانمه يا ربي. اذا في هذه اللحظات في انتظار الطفله الصغيره اللي هي فاطمه الزهراء، احنا الان بحي العلامه بمنطقه قنيطره. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل، كنتمنى ان شاء الله يسمعنا اخبار الخير، ويسمع الاهل ديالها والناس ديال الحي يسمعوا ان شاء الله، يسمعوا الاخبار الخير عليها، وان شاء الله تكون فعلا انها تلقات ماشي فقط دعايات. يا ربي نتمنوا ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى تكون تلقات فعلا. يا ربي كنتمنوا كيف ما كيقولوا. قالوا لقاوها، لا لا الواقعة صافي هدرت كيف ما كتشاهدوا معنا المجموعه ديال الناس اللي مشاو. حنا في الحي ديال فاطمه الزهراء اللي الطفله اللي كتبلغ العمر ديالها 5 سنوات عفوا، اللي كتبلغ العمر ديالها 5 سنوات. حنا في الحي ديالها من هذا المكان على حسب شهود العيان انها تختطفت من هذا المكان هذا، في هذا المكان هنايا تختطفت هذه الطفله الصغيره اللي كتبلغ العمر ديالها 5 سنوات. نتمنى ان شاء الله يا ربي تجي سلمى غانمه يا ربي. كنتمنى ان شاء الله من الله سبحانه وتعالى انها تجي سلمى غانمه وما يكون وقع لها حتى شي حاجه ان شاء الله يا ربي. اذا كما كتشاهدوا الناس ديال الحي كامل، الحادي ديال الساعه هو فاطمه الزهراء الطفله الصغيره اللي كتبلغ العمر ديالها 5 سنوات. اذا كنتمنوا في انتظار
الان متابعين الافاضل احنا في انتظار الطفله الصغيره اللي اختطفت الامس مع الساعه الخامسه ونصف بعد الزوال، اختطفت من هذا المكان، من هذا المكان اللي كانت تواجدوا فيه اللي هو العلامه. الطفله اللي جا واحد الشخص كيقولوا بانه جا سجل الحلوات، السجل كانوا مسجل لبنيته الصغار في نفس العمر ديال فاطمه الزهراء اللي هي في عمرهم ديال 5 سنوات، كان جا شرا لهم حلوه. من بعد خداها في يدو، اختارها وخداها في يدو وداها. الباحث السكني ديال مدينه قميطره ما نعساتش حتى الساعه، مازال ما نعساش، مازال كيقلبوا على فاطمه الزهراء. كيقولوا في هذه الاثناء انها لقاوها في واحد الحي، راكبه في واحد الحافله على حسب ما كيقولوا. حنا كنسير في انتظار الان، ولا الساكنه هي كتنتظر هذه اللحظه، ان هذه العوده ديال فاطمه الزهراء اللي هي كتبر الامر ديالها 5 سنوات. يا ربي نتمنى ان شاء الله خير، يا ربي يا ربي نسمعوا. السلام عليكم. لا واخا نتمنى ان شاء الله الخير، ونتمنى ان شاء الله نسمعوا اخبار الخير على هذه الطفله الصغيره اللي تا ما بقاش. تلقات يا خويا؟ السلام عليكم. تلقات جايه دابا؟ هذه الدائره فين لقاوها سيدي؟ يعني ممكن تعطيني بعد انا المباشر. السلام عليكم. دقيقه عاود لي يا خويا، انا جاي عند حداك باش السلاح هذاك عفاك. هذا من احد. السلام عليكم. السلام. قول يا خويا واش لقاوها؟ خويا هادشي اللي قالوا هما دابا، قال لك لقاوها جيت ولاد وجي جايبنا في واحد الحافله. جايبها شي؟ لقاوها جيت ولاد وجي. جيت هادشي اللي تيقولوا. كيقولوا هادشي اللي سمعتيه. دابا جايبينها الدائره باش قالوا لي عليا دابا هنايا لقيت شي ناس هنايا. اها. ويقول لي واحد السيد. داكور سيدي، بارك الله فيك. بارك الله فيك. فين الدائره مشاو هما دابا؟ الثالثه ان شاء الله. انت غادي بعد على داك الشيء. سير القهوة راه كاينة في شي بوست، سول مو هي فين ماما؟ سير ربو يا دين. إذا هذه الأم ديالها. إذا هاهي هاهي إذا الأم ديالها. السلام عليكم. لا ماشي الأم ديالها، فين هي؟ غادي لعندها. إذا هاهي هاهي إذا كيف ما كنشاهدوا معنا المتابعين. مدام الزهراء في عينيها. هايا اذا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، هذا خبر في البنزيره. لقاو حاطين داك في الطوبيس، شافوا عيطوا لنا راه مشاو يجيبوها. الحمد لله السلامة. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، الحمد لله الحمد لله. كيف ما كيقولوا هذه إذن هذا هو المنزل ديال الضحية، الطفلة الصغيرة دابا في انتظار الطفلة. ركبها في الطوبيس، ركبها في الطوبيس وخلاها وهربوا للحرام، وخلاها مسكينة. لا لا الله ياخذ حق اخويا. امين امين يا رب يا رب يجي انسان. عمرنا ما عشنا هذا الرعب، هذا عمرنا ما عشناه، ولكن هذه المرة عشناه. هذه المرة ولينا نشوفوا الخبر على وليداتنا. شنو رسالة ليك؟ شنو رسالة الأمهات كتقول لهم؟ رسالة الأمهات تحذيو ولادهم، تحذيو ولادهم، ما بقاش يخليهم يدلعوا ويدوروا ويدلعوا في الزناقي. أيوا العقاب خصو يتعاقب عبرة للآخرين، خصو يتعاقب ماشي عاقب يضرب الزنقة. دابا حنا ولينا خايفين على ولادنا، خصو يتعاقب، خصو عقاب شديد على الناس كلهم، حيت هذه بنتنا حنا بنتنا الجميع ماشي أكيد طبعا أكيد طبعا. بنتنا كلنا في المغرب كله، حنا كلنا ضرينا، حنا راه بعادي وجينا ضرينا عليهم، حنا كنخافوا على وليداتنا بزاف. ما عمرنا وقعت هذه الفجيعة بحال هكا. خويا حنا عشنا هنا وكبرنا هنا، أنا 60 عام وأنا هنايا، عمرنا ما وقع لنا هذا الشيء. لا إله إلا خويا، الله ياخذ الحق. آمين آمين آمين. الله ياخذ حق خويا، هذا من إذا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، احنا في هذا الحي اللي في العلامة في انتظار فاطمة الزهراء إن شاء الله يا ربي، والناس والساكنة تطمئن عليها الحمد لله، وتكون جاية سلامة غنمة يا ربي. وهذا نهار الجمعة كيف ما كتتابعوا معنا المتابعين، صراحة الفرحة ما غاتش. واش لقاوها ياك أختي؟ القهوة خويا تيقولوا، خويا تيقولوا القهوة. نعم إذا إن شاء الله يا ربي تعود الفرحة على هاد الساكنة إن شاء الله، والأم ديالها خصوصا، والأب ديالها اللي ما نعسوش في واحد الحالة، أم ديالها في واحد الحالة هيستيرية. إيوا إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي. إذا كيف ما كتابعوا معنا دائما حنايا معكم، إن شاء الله نبقاو معكم حتى نلقى تشوفوها كاملين، شوفوها وشوفوها المغاربة كاملين إن شاء الله بحول الله.
حنا كيفما كتابعوا معنا المتابعين الافاضل، هذا هو الحي اللي وقع فيه الاختطاف ديال الطفله، واللي كيقولوا اول مره وقعت في هذه الحاله هذه في مدينه القنيطره، واللي صراحه الناس ولاو خايفين على الابناء ديالهم وخصوصا الساكنه هذه، لان هنا في الساكنه ديال العلامه فهما ماشي جيران فقط، راه هما خوت وكيتعاونوا مع بعضياتهم، لكن مع الاسف انهم تفاجئوا بهذا الخينا هذا اللي اختطف، وهذا شنو نقول لكم، هذا الشخص اللي اختطف هذه البنت هذه اللي كتبغي العمر ديالها 5 سنوات، واللي صراحه الساكن ديال العلامه كامله ما نعساتش وما شافش النعاس حد الساعه، مازال الناس ما شافوش النعاس، كينتظروا فاطمه الزهراء العوده ديالها ان شاء الله، بحول الله يا ربي ترجع سلمى غانمه يا ربي. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الساكنه احمد قرب لقاوها، شافها شي واحد دابا ولا مازال ما شافش؟ جايبينها دابا. إذا كيف ما كتابعوا كيقولوا هذا واحد السيد من الساكنه كيقول راه جايبينها دابا، حنا في انتظار ديال فاطمه الزهراء يا ربي ترجع سلمى غانمه لوالديها، نتمنوا وهدنا الجمعه يا ربي. كيف ما كتابعوا معنا المتابعين كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، فاحنا دائما على المباشر معكم في الحي اللي وقعت فيه الاختطاف ديال هاد الطفله اللي كتبلغ العمر ديالها 5 سنوات، نتمنى يا ربي ترجع باذن الله سبحانه وتعالى وترجع سلمى غانمه. كيقولوا في هاد اللحظات انه لقاوا، حنا كنا في الانتظار ديالها في الحي ديالها كنتظروها ان شاء الله، ونشاركوا معكم كاملين الفرحه ان شاء الله بحول الله، كلنا نشاركوا في هاد الاثناء ان شاء الله باذن الله. اذا نخليكم معنا المتابعين الافاضل في انتظار الطفلة الصغيرة فاطمة الزهراء اللي تم الاختطاف ديالها أمس الساعة 5:30، اللي جا واحد السيد اللي كان شاف واحد السيد اللي بنيتات في هذا الحي هذا اللي هنايا، شرا الحلوى عند مول الزريعة هنايا، ومن بعد خطف واحد البنيته ومشى بها. السكينة ما خلات حتى شي بلاصه في قلبات، حتى اللي كيقولوا راه في الغابه مشاو للغابه، وتحيه وهذه سلامتكم على سلامتكم على سلامتكم. ها انتم كيف ما كتشاهدوا جابوها المجال شدوا المسكوك وشكون عارف. اذا كيف ما كتابعوا حديث الساعه هو هاد الطفله، وخصوصا هاد الحي هذا اللي كاملين كيتراقبوا المجيء ديال فاطمه الزهراء اللي كتبغي العمر ديالها 5 سنوات. مرحبا سيدي، مرحبا. حنا اذا نسمعوا، سمح لنا، سمح لي. نعم نعم سمح لي سمح لي. الشريف الله يخليك، الشريف الله يخليك، انت معنا على المباشر. عاود لنا سيدي، السلام عليكم، معكم مباشر، الحمد لله سلامت الطفله. عاود لنا سيدي شنو انت من احي من الناس ديال الحي؟ اياش نعم عاود لنا سيدي. لقيناها سيدي في الطوبيس. واش هي شفتها بعيني يا بنيه جالسه في كرسي في الطوبيس، عائلتها معها، راه الزوار بوليس داوها معها. على سلامتهم. السلام عليكم. السلام. اذا كيف ما تبعتي، اذا قلنا قال لك شافها بعينه، الحمد لله يا ربي الحمد لله. اذا كيف ما كتشاهدوا الحمد لله الناس فرحانه، هذا من احد السكينه اللي تواق من البارح هو كيقلبوا كيقولوا انا كما كتبعوا معنا، قالوا انا لقاها في الطوبيس يا ربي. اذا في انتظار عودة فاطمة الزهراء، حنا معاكم متواصلين حتى تشوفوها ان شاء الله كاملين، تشوفوها المغاربة كاملين، وطمأنوا عليها كاملين ان شاء الله، لان ما بقاش الا السلام عليكم. على سلامة على سلامة الحمد لله. على سلامة عليك، الله يسر سيدنا. الحمد لله، شكرا. امين امين اسيدي. اذا كيف ما كتشاهدوا الحمد لله كاين الناس فرحانين بالعودة ديال فاطمة الزهراء، في انتظار ان شاء الله تعود للدار ديالها. إذا إن شاء الله يا ربي كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل. إذا كيف ما كيقولوا أن بعض الناس كيقولوا أن إذا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل، حنايا الآن في حي ديال الطفلة الصغيرة ديال فاطمة الزهراء. ساكنة في انتظار ديال فاطمة الزهراء، الطفلة الصغيرة اللي تم الاختطاف ديالها، الحمد لله يا ربي، يا ربي ترجع سلمى غانمة يا ربي، وهدنا الجمعة إن شاء الله ويسمعنا أخبار الخير عليها إن شاء الله، ونشوفوها كاملين بإذن الله سبحانه وتعالى يا ربي. إذا كيف ما كتابعوا معنا المتابعين الأفاضل،
ما عرفت اخويا ما عرفت نمشي له. اذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين، السلام عليكم هلا واسمعكم الاخبار الخير. نعم لا نتمنوا انتما نعم لا قالوا نلقاو حنا كنتسناو على سيدي ربي. يا ربي يا ربي يا ربي الله يجيب لي فيها الخير. يا ربي يا ربي المغاربه كاملين كيدعيو معاها، وكنقولوا المغاربه كاملين دعيو معاها ان شاء الله تجي رجعت تما غنما. يا ربي ولاو كيسرقوا بابنا ولاو كان بحال هذيك ما تسرقت هذه غتسرق وحده اخرى، شي ما مشات هذه غتمشي وحده اخرى. نعم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما كيحبش ما كيحبش نعم المغرب ما كيحبش هذا الشيء. ولادنا ولا كيسرقوا من باب المدارس من كل شيء من باب ديورهم. نعم مشاو للدريه صغيره. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد ان شاء الله ترجع ثاني مره. يا رب يا رب الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. اذا كيف نعاود الحمد لله الحمد لله امين امين الحمد لله اللهم لك الحمد. واه تلقات تلقات اخويا تلقات ممكن فتح بلا ما تبان. لا ما تبين ما تبين كيف تبان. إذا كيف ما كتابعوا الأخيرة مازال مع الصبر لأن الخلع فيه مازال كيف ما قال لنا في انتظار. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا حي ولدي حي عسلامتها لله. المغاربة كاملين فرحانين خلاتها الحمد لله خلاتها. كيف ما كتشاهدوا يا ربي عسلامتها عسلامتها اختي. شو كتقولي للمغاربة؟ انت خالتها؟ لا لا ماشي خالتها انت من حي. نعم يا ربي يا ربي يا ربي مسكينه مسكينه. كيف ما كتابعوا معنا متابعين الافاضل خلينا نمشيو شريفة. السلام عليكم. لا تقلق لا تشيك واخا لا تقلق إلا هذيك خالتها مع الفوق ماكينة مع الطيارة بتاع بيتها. إذا في الحالة أو ذاك من خالتها؟ ها الحمد لله واش عندها الحمد لله سلامتها انت خالتها الحمد لله سلامتها. شنو كتقولي الله يكون معك كلمه اخيره. الحمد لله الحمد لله الحمد لله من لقينا صافي الشيا لالا الحمد لله شفناها الحمد لله. كيف لقيتي الولايه ديالها لالا كيف لقيتي؟ انا ما فيها حتى حاجه الحمد لله. هي تسعه ما فيها حتى حاجه ما جابها حتى حاجه الحمد لله سلامتكم لالا والحمد لله. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الأفاضل إذا غادي كيف ما كتابعوا معنا متابعين الحمد لله دموع الفرح ديال هذه الطفلة اللي تلقات اللهم لك الحمد. يا ربي الله يعطيه العدل آمين لله آمين. شو كتقولي لهم؟ يجعل ربي يعذبه في الدنيا بالآخرة يا آمين آمين يعني. إذا كيف ما كتابعوا معنا متابعين الأفاضل السلام عليكم. الحمد لله سلامتها. السلام عليكم. انت معنا مباشر مش صحيح هذا المرة. نعم
السلام عليكم. الحمد لله السلامة. السلام عليكم. الحمد لله السلامة ديال هاد السيدة بنت الدجلة. هضري شنو كتقول؟ ربي عطي لي الدين وهما كيحيدوهم. ربي عطانا رجلين وكيديروا كيقول لك ديروا لنا من الكروسة نعوقوهم. ربي عطانا الوجه وكيحيدوه لينا. ربي عطانا العينين وكيحيدوه لينا. كنطلبوا من جلالة الملك الجنوي ما تبقاش تجيب. كنطلبوا من جلالة الملك يحيد علينا هاد المنكر ولينا عايشين في المنكر. صافي كيف ما كتبوا معنا مثلا الافاضل كيفما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل فالحمد لله كيفما كتشاهدوا عادت الفرحه الامهات والابتسامه الحمد لله اللهم لك الحمد بعدا كومين ما بقاوش بحال اللي كانوا ايتما انه يشوفوها كيفما كيقولوها شافوها ولكن مازال خصهم يشوفوها كيفما كيقولوا مباشره ان شاء الله ونشوفوها كامل ان شاء الله فاطمه الزهراء وكيفما كتشاهدوا الحمد لله كل شيء باغي يتكلم الحمد لله وكل شيء فرحان ان شاء الله الحمد لله رجعت الام ديالها سلمى غنما طبعا ام ريان او ام ريان تعاش الملك الله يحفظه لنا ويصلوا لنا ويطول عمره اذا كيفما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل فاحنا كيفما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل اذا كيفما كتابعوا معنا الحمد لله سلامت الطفله الصغيره اللي كتبلغ العمر ديالها خمس سنوات اللي تم الاختطاف من هذا المكان اللي كنتواجدوا فيه حنايا هما كانوا الصيد ديال البنيتات واحد في هنا وهذا شنقولوا عليه مجرم صراحه لانه مجرم بهذا المعنى كلمه اللي كيفما كتابعوا تم ولدي فاللي وقع هو انه شرى لهم حلوه وفي الاخر خطف فاطمه الزهراء وداها للسكنه كامله ديال العلامه ولا لجنه الامن تحيه لهم كيقلبوا اليوم كيقولوا انها لقاوها في حافله النقل جايه من ولا جوجي يمكن تما حطها الله اعلم كيفما كتابعوا معنا متابعين الان الحمد لله السكنه بعد شويه تنفسات من سمعوها لقاوها السكنه تنفسات شويه الحمد لله واطمأنت ما بقاش بحال البارح البارح كانوا في واحد الجو مكهرب صراحه وكانوا كاملين بكاء وفي واحد الحاله هستيريه لكن كما كتشاهدوا الحمد لله اليوم اطمأنوا من يسمعوا خصوصا من يسمعوها عادت لا لا تسمع هذه تسمع شكرا لا اذا كيف ما كتسمعوا واحد شكرا بزاف اذا كيف ما كتشاهدوا الحي ديالهم الساكنه كامله هما رجال الامن تحيه رجال الامن كيف ما كتشاهدوا مازال كيتواجدوا من امس وهما كيتواجدوا اذا السلام عليكم عمدا كاين او قاد جو البوليس
عندها عبد الناس عندها القوال البيت الحمد لله من القهوه بعدا على خير والحمد لله الحمد لله القهوه شي شحال البنت صافي مزيان الحمد لله تساعد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد كيف ما كتابعوا معنا متابعين افضل الحمد لله ساكن غادي يتبدل غادي يزدو في الانتظار كيقولوا بان غادي في الحافله كاين فيها الحمد لله ركامات المراقبه كينتظروا انهم الطوبيس كيفاش طلعت البنت غادي يشوفوا الحافله كيطلبوا بانه حتى الحافله يشوفوا الكاميرات ديالها المراقبه اذا كيف ما كتبوا معنا متابعين الافاضل حنا في حي العلامه فين اختطفت البنت اللي كتبلغ العمر ديالها 5 سنوات اللي هي فاطمة الزهراء نعم هدرت 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 كيف ما كنشاهدوا معنا متابعين الافاضل الان الساكنه كامله خارجه تطمئن على الطفله الصغيره ديال فاطمه الزهراء اذا كيف ما كنشاهدوا معنا متابعين الافاضل كيف ما كنشاهدوا معنا متابعين الافاضل مخلص مو معاه انا ابدي لما كيش معاه شوف شايف مشيتي شوف شايف انت ولا قيدي طالع مسكينا الطوبيس قال صاحب الله يخاف يقدم من هنا الطوبيس غيمشي لهاد النواحي حبسنا الطوبيسات الاولين اللي خارجين من كاين باقي ما جاوش من البوليس باقي ما جاوش ما كاينينش هذا البوليس جاوا 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 ديك الساعه باقي ما جاوش هذيك الساعه تنهضروا على اللي باقي ما جاوش البوليس لا واقيلا رشيد شكون رشيد؟ محمد رشيد الطوبيسات تاع اذن احنا قالوا لنا عيطوا هنا قالوا بلا زار مشينا بلا زار المدينه والو البوليس تلقينا في كل قدس كاين والو نقصنا الكثيره ما كاين والو شوف عبد الحميد من البوليس الاول غادي لهاد كاولادنا والله ما نقولوش حقي 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 ما كيف ما كنشاهدوا معنا متابعين الافاضل؟ هو المساله دابا خاصهم نعم دابا الواقع اللي عطى الله عطى للاعطاء ولكن الناس دابا اللي واقفين هنا ياخذوا العبره من هذه الواقعه العبره هي 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 المفيده اما القضيه ديال الاختطاف راه الكل كلشي عارف القضيه ديال الاختطاف ولكن ما كناخذوا ما كنستافدوش من المسائل اللي كتوقع سابقا لهذا انا اوصي الامهات والاولياء انهم يحرصوا على وليداتهم خاصه الوليدات اللي اقل من 7 سنين لا شتي واحد الهستيريا واحد الخوف واحد سميتو انا عشت الصباح باش الوليدات باش الناس غادي وليداتهم المدرسه واحد شيء لا يتصور نعم. لهذا كان دائما اقول هذه الكلمه وكنزيد عاود نكرر وكناكد عليها الله يخليكم الامهات والاولياء ديال الاباء يصاحبوا وليداتهم خاصه هذوك اللي تيقراو ابتدائي اقل من 10 7 سنين وكنشكروا شوف تي في على هذه الموافقه لا هي لانها ساهمت بواحد الشكل كبير وجميع المواقع الاجتماعيه والسلام عليكم وعليكم السلام سيدي شكرا لك
احنا من البارح حنا هنايا تبعون من البارح حنا هنايا كنتواجدوا مع الفلسفه اللي كتهدف مع هذه العائله اللي هي ما بقاش بنتهم ولات بنت الجميع. إذا كيف ما كتشاهدوا هاد اللحظات متابعين في هاد اللحظة نحن في الحي ديالها في إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الساكنة كاملة الناس إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين في انتظار العودة ديال فاطمة الزهراء الساكنة كاملة كتسنكر هادشي اللي وقع فاجأك لأنك تقول أول مرة وقع لنا هادشي خصوصا حنا في هاد الحي اللي هو حي شعبي وحنا كلنا خوت ولادنا ولاد الجيران ولادهم ولادنا فتفاجؤوا. البارح وقعت مع 5:30 العشية تم اختطاف ديال واحد الطفلة اللي كتبغي العمر ديالها 5 سنوات اللي جا واحد فينا واحد شنقول واحد مجرم صراحة لأنه جا كان واحد السيد بنيتات كيلعبو صغار في العمر ديالهم ما بين 4 سنين 3 سنين جا شالهم حلوى من بعد كيتفاجئو حتى وحدة منهم اللي هي فاطمة الزهراء وداها حتى الساعة لقاوها كيقولوا بأن لقاوها في حافلة ديال النقل في ولاد مجيه جابها الحافلة جابتها لهنايا كيف ما تبعتهم معنا المتابعين الأفاضل حنا في انتظار فاطمة الزهراء العودة ديالها والفرحة ديال العائلة ديالها إن شاء الله كل مساكن حتى يطمئنوا تشوفها بعينيها كما كيقولوا بغينا نشوفها مباشرة الآن في إجراءات أمنية وصراحة أمس البارح ما نعساش السكينة ما خلاو فين يقلبوا وحنا كنا معاهم صراحة قلبوا جميع الأماكن جميع الغابة اللي هي صعيبة شوية وكانت هي أكبر الغابة اللي هي غابة معمورة بمدينة قنيطرة فقلبوا فيها العلامة بليتو عين السبع اللي في قنيطرة كتواجد المهم جميع قنيطرة كاملة قلبوها صراحة فلاوها فلاوها. والمسألة بعد الناس كيقولوا بأنه راه ما عندش علاقة بها في هذه اللحظات جاتني واحد المعلومة كيقولوا بأنه دور مشوا الغابة بأن إدريسي اللي معروف بالملقب بالغابة دوها باش يقلبوها ويشوفوا الحالة ديالها الصحية كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل نعم لا كيف ما كتتابعوا معنا متابعين الافاضل في انتظار عودة فاطمة الزهراء الساكنة كتنتظر الحمد لله اللي شافوها وكاين الناس اللي شافوها مباشرة كيقولوا شناها ولقيناها الحمد لله ما كانتش فقط دعاية بل كانت واقع الحمد لله. شوف من الصباح للناس كامل الغابة الله يداوم عليهم خذ من هذا هذيك في مكان شاب معنا متابعين الافاضل صراحة لحد الآن الساكنة على هاد الفجعة راها مصدومة واش عرفوا بالكاميرا ديال اللي كيبيع الفواكه الجافة كما كنقولو حنا بالدارجة المزرعة عرفوا تعرفوا عليه أمس Thank you.
جنة. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفاضل في الإقناع. إذن الآن على المباشر أن يعني كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفاضل كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين في انتظار عودة فاطمة الزهراء في هذه اللحظة في انتظار ديالها كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الساكنة ديال علامة مدينة الكويتيرة كاملين في انتظار ديال فاطمة الزهراء العودة ديالها إذن هذا من أحد الساكنين مرحبا بك سيدي السلام عليكم عليكم السلام سيدي الشيء اللي كنشوفوا ظاهرة غير متوقعة تنطالبوا من النساء من الرجال يحذوا بنياتهم يحذوا وليداتهم الشيء راه خطير بنيتي ديها معاك وجيبها معاك الحانوت خليت بنتي الحانوت بنيتك ربي لا جمع الطلبات حط لها كل شيء في الدار حط لها الحلوه ديالها حط لها كل شيء الحانوت ممنوع ولكن اش بنادم ولا خايب نعم امشي ولكن الحمد لله هنا في هنا في كاين في مكان شاهدوا في العلامه انتم كاملين خوت وكاملين هذا كما كيقولوا بان ماشي من كل شيء يتحرك انا هادشي معمرو كان عندنا في العلامات هادشي معمرو كان عندنا نعم حنا معمرنا عشنا في هادشي هذا نعم حتى وقعت هاد الواقعه هادي ديال هاد المجرم ما عرفناه منين جا ما عرفناش منين تسلط على هاد البنيه هادي وكنطالبوا من السلطات ياخذوا فيه اقصى اقصى العقوبات اكيد طبعا باش يبقى عبره هو لوحدين اخرين اكيد هذا لو كان جابين يدينا حنايا لشباب نعذبوه بلا ما تعذبوا السلطات نعذبوه عندنا بنياتنا عندنا وليداتنا حشومه هذا الشيء هذا الله يخليهم كثير هذا خصو يتعاقب واخا ما يلقاو في البنت حتى شي حاجه خصو يتعاقب خصو عبره خصو عبره حقاش حنا ديما كنطالبوا في السلطات طراو 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 جميع الاحداث وطلعوا جميع البنيات في هذه الحاله منهم ديال طنجه منهم ولكن ما كاينش شي عقوبات تنطالبوا من الحكومه يديروا وتنطالبوا من الجمعيات حتى هما يوضوا يتحركوا شويه جمعيات الاطفال يتحركوا شويه خاص هذا الشيء ولا بحال شي لعبه طالبوا شويه من الحكومه ينوضوا شويه وكذا اقصى الحقوق اقصى العقوبات كاينش خمس سنين ست سنين 20 عام البوق والعقاب حنا ما بغيناش الحبس حنا بغينا اللي طرا لي وهذا الشيء يموت يموت في الزنقه كيف ما سمعت يموت عبر البشر وين الكاميرا تحيا الكاميرا وين الكاميرا تحيا صافي يومين حنا يومين حنا خلينا غابات ما خلينا غابات يومين حنا بحال ولا كي تبكيتو بهذا الحال وانت شو مالو انا بعدا ما عرفتش انا نتحسن يومين من اسماء ثم يومين درنا الرغ في ولادنا وكل شيء اش راه حشومه خاص خاص شي حاجه في البلاد خاص القنيطره هذه خاصنا شي حاجه مهمه والله نعرفوا سيدنا اشوف هاد الناس هادو بركه خاصنا تبوس في العالم
كلشي مريض، كلشي مريض اخويا، بقى عنده بنادم ما يدير، كلشي ولا الكيد موجود، كلشي موجود. بغيت نسولك هذا ماشي من الناس ديال هذا السيد هذا، ماشي من الناس ديال الحي. لا ماشي هنا يا خويا، هذا براني، براني. حنايا قال لك، قال لك شي واحد ما تهضرش معاه، ما تسولوش كاع شكون هو. انا خويا نسولوك جيت توقف، خاصني نعرفك شكون انت بعدا. وانت. جيت توقف تهضر معايا يديك المخزن. انت راه ما كاينش القانون هادشي هذا صاحبي. والمخزن تاع حلوة على وجهك. ونطلب الله، الله يدير لي التواد الخير. بزاف بزاف. كما كتبوا معنا متابعين الافاضل، احنا الان من البارح انتم كتقلبوا شي ساعة. نعم. 30 ديال الكولومبي ضربنا في الغابة. هي هي اكبر غابة تما موراها كانت اكبر غابة. غابة كاملة، غابة كاملة درناها. مشينا للواد فرزان، مشينا للراودة ديال الوجوجي، مشينا للفوارد، مشينا للسيبري. العين السبع. العين السبع، مشينا للوافة. قلنا راه كاملة قلبنا البارح. صراحة تخص علاقة كبيرة بزاف علينا. عمو شنو جا واش كاين جات داو بولي لا راه ما ها ما صافي. اذا غادي نلتحقوا في مكان. اذا متابعين الافاضل سواء كيف ما كنشاهدوا معنا، غادي نلتحقوا بواحد المكان اخر اللي الناس مجموعين فيه تما، غادي نشوفوا شنو واقع. اذا غادي نخليكم في هذه اللحظه، نترككم في رعايه الله وحفظه، غادي نوفيكم جميع المطاعم ان شاء الله الحمد لله.